السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني والله جدا جدا. عاملين ايه؟ طمنين عليكم. عاملين ايه الايام اللي فاتت وكل المدة دي؟ طبعا رجعت لكم تاني ان شاء الله بفيديوهات الدايت. كنت موقفة ليه؟ للي ما يعرفش فيديوهات الدايت، لان انا كنت موضوع الانيميا كان عندي ملخبط، وانتوا اكيد اللي متابعين عارفين الانيميا كانت عندي واطيه جدا جدا. فالحمد لله اتعالجت منها يعني، وبدات اخد علاج وابر ويعني انتظمت في الاكل، بس برضو من ناحيه تانية لخبطت كتير في الاكل، فلقيت وزني زاد شويه يعني. احنا هنشوف طبعا في الميزان دلوقتي. فبس كده، فهو ده كان سبب ان انا ما عملتش فيديوهات دايت الفتره اللي فاتت، وكنت بعمل معاكم روتينات، فحسيت ان الروتينات انتوا مش واخدين عليها معايا يعني، لاني يعني بعمل فيديوهات عن الدايت، بشجعكم عن الدايت ان انتوا تستمروا ونشجع بعض كل الكلام ده. بس انا عملت الفتره اللي فاتت دي فتره فيديوهات روتينات عشان خاطر القناه تفضل موجوده، وفي نفس الوقت لان اليوتيوب دلوقتي لو انتي يعني قعدتي اسبوعين ولا كده القناه بتقع، وهي اصلا القناه يعني عايزه تشد حيلها شويه. فانا قلت ايه، هعمل معاكم فيديوهات روتين وهكمل معاكم بعد كده ان شاء الله فيديوهات الدايت. وهو ده بقى ان شاء الله اللي هعمله معاكم في فيديوهات الدايت الايام دي. هنعمل تحدي ال 100 يوم. ليه سميته تحدي ال 100 يوم؟ لان ان شاء الله يعني ربنا يدينا ويديكم طول العمر. فاضل 100 يوم بالظبط في السنه، ولحد اخر السنه يعني حوالي 3 شهور و 10 ايام. تمام، هنبدا من اللحظه دي يا بنات ان احنا لازم لازم ننتظم مع بعض كلنا، وان شاء الله ان شاء الله يعني كلكم تخسوا قبل نهايه السنه. وعايزين نخش بقى سنه جديده واحنا ايه، حياتنا متغيره 180 درجه. مش كل مره نقول لا هنتظم ونرجع نلخبط والكلام ده كله، لا عايزاكم تنتظموا بجد وتاخدوا قرار بجد. وده تحدي هيكون قوي جدا بالنسبه لك وبالنسبه لي وبالنسبه لاي حد عايز يخس، ان انت تاخدي ال 100 يوم دول دايركت كده على طول ان انت تنتظمي فيهم. يعني بصوا، مش عايزه برضو اعقدكم يعني من الموضوع وتفكروا ان ال 100 يوم مفيش لخبطه خالص، لا في فري وفي ممكن يعني يسقط منك معزومه مثلا، يوم وقع منك عادي يعني بتحصل، خرجتي حد جالك البيت مش هينفع مثلا تعملي دايت عادي جدا بتحصل. بس قصدي ان احنا نغير اسلوب حياتنا عن اللي احنا معتمدين عليه. وبالنسبه للصيف انا عارفه ان هو سهر واكل وحاجات كتير، انا عارفه مش غريبه يعني في الموضوع. فعايزاكم بقى ايه، نفوق كده لنفسنا، والشتاء كمان داخل، هدوم الشتاء اصلا بتتخن لوحدها، فاحنا مش ناقصين. فان شاء الله يعني باذن الله كلنا ناخد القرار من دلوقتي يا بنات. عايزاكم تاخدوه من دلوقتي ان ال 100 يوم دول تحدي بالنسبه لك، ان انت هتنتظمي فيهم وان انت هتوزني نفسك، وهنوزن نفسنا كل اسبوع ان شاء الله. هوزن برضو معاكم، هرجع برضو ليوميات الدايت والاكل اللي باكله والاكل اللي بعمله وكل الكلام ده كله، وهنوزن تاني مع بعض. فانا عايزاكم برضو تعملوا كده، ان انتوا تكتبوا كده ورقه عريضه وتعلقوها في الحوض في الحيطه، تحدي 100 يوم ان انت هتخسي مثلا، حطي بقى رقم ان انت هتخسي 20 كيلو 10 كيلو ايا كان الوزن اللي انت عايز تخسيه يعني. اكتبي وما تتكسفيش، حطيه في اوضتك او حطيه في المرايه في ايا كان، اكتبي تحدي 100 يوم ان انت لازم تخسي في ال 100 يوم دول، وقبل نهايه السنه تكون كده على راس السنه يعني فرحانه وبداتي سنه جديده بوزن جديد وشكل جديد. وحتى في كل حاجه، ان موضوع التخسيس بجد بيغير النفسيه 180 درجه، والله العظيم بجد بيغير النفسيه 180 درجه. فانا عايزاكم تعملوا الموضوع ده وما تيأسوش بقى، وانسوا اللي فات خلاص، حسوا ان انتوا ايه مسحتوه كده باستيكه خلاص، اللي هو خلاص احنا هنبدا حياه جديده ان شاء الله مع بعض. هو ده اللي انا هعمله معاكم. فطبعا بعتذر لكم عن الفتره اللي فاتت اللي وقفتها، بس والله كان غصب عني. وفي حاجه كمان برضو سبب ان انا كنت موقفه الدايت، ان انا كنت تعبانه برضو من مواضيع الخراريج. لو تفتكروا موضوع الخراريج، انا لسه لحد الان مواضيع الخراريج معايا، والايام اللي فاتت كان طالع لي خراج. عايزه اقول لكم والله والله ما ببالغ، انا كنت بعيط منه من كتر الـ النبح بتاعه والوجع بتاعه، لاني كان الخراج طالع لي قد كده، والله ما بهزر ولا بقول لكم كده، كان الخراج كبير جدا، يعتبر قد الكره اللي هي البيضه الصغيره دي. تخيلوا بقى انتوا خراج بالحجم ده قعد 4 ايام بيجمع. في الـ4 ايام دول بقى ما كنتش طايقه نفسي، وكنتش طايقه سمسمه عمار،
ما كنتش طايقه اللبس حتى اللي عليا. فسبحان الله شاء القدر واحده صاحبتي كلمتني كانت عايزه يعني اكسسوارات وكده، فانا قلت لها ان انا موقفه شغل عشان خاطر ان انا تعبانه وسالتني يعني تعبانه ليه وكده. فانا حكيت لها قلت لها، لقيت قالت لي ان انا عندي نفس الموضوع ورحت الدكتور الفلاني وروحي له وهشوف لك المواعيد امتى. ويعني كتر خيرها والله بجد، هي تحس ان ربنا بعتها لي يعني ان انا يعني جات لي في وقت انا فعلا كنت تعبانه فيه جدا اليوم الوقت ده. فرحت للدكتور فعلا، والدكتور قال لي انتي يعني سبب الموضوع الخراريج اللي بتطلع عندك دي، انتي اول خراج طلع لك اللي رحت الدكتور اللي رحتي له ما نضفوش كويس وعمل لك بؤره سداديه جوه جسمك، فكل لما خراج يروح يطلع غيره، كل ما خراج يروح. وانا كنت فعلا كده، انا كنت كل يوم يوميا لازم طلع خراج يوميا بالاتنين وبالتلاته، والله ما ببالغ، كل يوم على النظام ده. عارفين اللي هو تحسوا جسمكم نحس وخدتوا على الموضوع خلاص. فبس فالحمد لله يعني الدكتور قال لي على العلاج، هوريه لكم برده من ضمن اليوم النهارده في التصوير، علاج اللي هو المرهم الاسود لو تفتكروه، وقال لنا زي ايام جد جدي وجدتك وكده، هتحطيه على الخراج لمده 24 ساعه، وبعد كده هتاخدي مضاد حيوي 4 ايام، وبعد كده هتمشي 3 شهور على علاج مناعه. فالحمد لله يعني ربنا عطرني في الدكتور ده بصراحه، ارتحت كمان لي في الكلام، حسيت ان هو ايه فاهم كده. رحت لكذا رحت لدكاتره كتير، محدش يعني اتكلم معايا بالاسلوب ده او فهمني زي ما هو فهمني. بس فعملت الموضوع فعلا الخراج صف. هو قال لي، انا قلت له ده انا عايزاك تكتب له مضاد حيوي عشان خاطر الوجع بتاع الخراج يهبط والخراج يعني يصفي. قال لي ان انا لو كتبت لك مضاد حيوي الخراج هيتصفى جوه جسمك وهيطلع تاني وتالت ورابع وهكذا، زي ما انت ما بتقولي ان انت معاكي بقالك فتره من نفس المنظر، فالمرهم الاسود هيصفي الخراج لبره. قال لي لاني المرهم الاسود ده قلوي والخراج ده الماده اللي فيه حمضي، فاحنا عايزين نطلع الماده اللي جوه دي. قال لي فضي ازازه المرهم دي كلها على الخراج، انا هبقى اوريكم الحجم المرهم قد ايه. بس هو الحمد لله عملت كده لمدة 24 ساعة، حطيت المرهم ده وبعد كده اتصفى، وبعد كده رحت له تاني اعطاني بقى مضاد حيوي يعني استمرت عليه 4 ايام، وهاخد بقى علاج المناعة ان شاء الله بعد، انا في اليوم التالت دلوقتي بتاع المضاد الحيوي، وبعد كده هاخد علاج المناعة ده لمدة 3 شهور مرة واحدة بعد الغدا بس كده. فكان يومين يعني والله ربنا اللي عالم بيا يعني الواحد كان عامل ازاي، الحمد لله على كل حال. وبس كده، مش هطول عليكم تروحوا تشوفوا فيديو، بس حبيت ان انا احكي لكم لان انا انتوا عارفين بحب اقول لكم كل حاجه عشان تبقوا عارفين، ما تفكروش ان انا بكسل وان انا كل الكلام ده كله، لا والله هو فعلا كان الموضوع غصب عني. وبس كده، هنرجع بقى مع بعض تاني نكمل، والانمي الحمد لله اتظبطت شويه وبسببها زدت شويه في الوزن يعني، بس الحمد لله ان هي يعني اتظبطت شويه لان هي برده كانت تعبانه. وبس كده، وتعالوا بقى نشوف يومنا ماشي ازاي. هنمشي على نظام صحي، هحاول ان انا ممكن اسبوع امشي صيام متقطع واسبوع صيام صحي ونظام صحي، دول يعتبروا احلى حاجه النظام الصحي. وبس كده يا بنات، هو ده بقى النظام اللي انا همشي عليه تمام. فبس كده، وهنفضلوا مع اليوميات وكده هنفهم اكتر هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله. وتعالوا بقى نشوف عملنا ايه في يومنا اول يوم من تحدي ال 100 يوم. اكتبوا بقى في ورقه كده وزي ما قلت لكم وزنوا، وان شاء الله باذن الله كلكم تخسوا يعني في يوم راس السنه، تكتبوا لي بقى خسيتوا ولا عملتوا ايه كل الكلام ده ان شاء الله. فيلا بينا نبدا يومنا النهارده. يا صباح الفل يا بنات، بصوا بقى مبدئيا كده قبل اي حاجه، مش عايزاكم بقى ايه تضحكوا على شكل الشراب، انا مش عارفه والله الشرابات بتاعتي بتروح فين مع اني بلبسهم في بعض. بس طبعا سمسمه وعمار ربنا يبارك فيهم يعني مش بلاقيهم منهم خالص، ساعات بيلبسوهم يعني. بصوا بقى، قلت اوزن كده اول حاجه الصبح بقى، اول يعني ايه دخلت كده الحمايه وبعد كده طلعت اوزن. حماس بقى يا بنات بقى، شدوا حيلكم. طبعا انا عارفه ان انا اكيد وزني هيكون زايد لاني في حاجات كتير كلتها فتره الانيميا وكده، بس الحمد لله ان شاء الله كله اتعوض ونرجع نخس ونبقى حلوين باذن الله.
انا طلعت على الميزان 3 مرات زي ما انتوا عارفين ان انا بطلع 3 مرات. فهشوف بقى كده وزني كام، 85 و800 جرام. هطلع تاني يعني قولوا 86 مثلا، خمسة وتمانين وتمنمية جرام. ده يعتبر الوزن ان شاء الله اللي هبدأ بيه التحدي 100 يوم، وهنوزن مع بعض كل اسبوع برضو ان شاء الله. عايزاكم انتوا كمان برضو توزنوا اول يوم، وبعد كده ان شاء الله كل اسبوع هنوزن مع بعض. انا لقيت برضو اخر حاجة خالص 85، بس انا اعتبر نفسي 85 وتمنمية جرام وبس كده، ومتضحكوش بقى على الشراب. وهو ده وزني، عايزاكم توزنوا وتكتبوا في ورقة بتاعة تحدي 100 يوم، تكتبوا برضو الميزان تحت الورقة عشان تتشجعوا ان احنا ننزل وزن كتير ان شاء الله. بعد بقى ما وزنت دخلت كده بقى المطبخ، شربت طبعا كوباية مية. انا لسه برضو مش باخد خل التفاح ولا ليمون ولا حاجة، عايزة تاخدي خدي مفيش مشكلة، بس انا عشان طبعا معدتي يعني لسه تعباني، ف مش برضه اخد خل التفاح ولا كده عشان ما تلتهبش يعني وكده. بس طبعا خل التفاح الصبح بيبقى جميل جدا. وهبدا بقى بالفطار بتاعي، طبعا هعمل كوبايه النسكافيه دلوقتي. الحمد لله يعني بقيت بشرب كوبايه واحده بس نسكافيه، انا كنت بنات وصلت ل3 كوبايات في اليوم، فالموضوع كان صعب بصراحه، بس الحمد لله بدات اخف خالص، بقت واحده قبل بقى ايه لما نبطل خالص يعني ان شاء الله. حطيت هنا لبن، انا جايبه لبن يا بنات عادي اللي هو السايب، ما جبتش حتى معلبات، وبحط نص ميه ونص لبن عشان خاطر يبقى خفيف معايا ما يبقاش تقيل. مش لازم تقولي خلي الدسم وزيرو دسم، لا اعمله كده مش بيحصل اي مشكله يعني، ما تقلقوش. انت ما تحمليش نفسك فوق طاقتك يعني، ممكن تلاقي بدايل، ممكن تلاقي حاجه تانية مفيش مشكله. حطيت هنا خيار، وكان عندي هنا شيره توميتو صغيره، حطيت برضو 4، وخدت بيضه مسلوقه بس، وحط عليها ملح وفلفل، ومن غير نشويات ولا اي حاجه. مش عارفه الصبح ليه كنت صاحيه ماليش نفس يعني اكل حاجه بعيش، لا عايزه اكل كده حاجات كده بشوكه كده خفيفه يعني. وطبعا ده بيكون احسن، كل ما نقلل النشويات بيكون احسن كتير، وبنلاقي كمان نتيجه اسرع يعني. بس طبعا ما تحرموش نفسكم من النشويات خالص، تمام؟ احنا بنمشيين على نظام صحي مش نظام سريع 3 ايام ولا 4 ايام. فبس كده قعدت هنا بقى قلت افطر، فاكلت كده البيض وده باقي بقى الخضار اللي هاخده ايه انا فيه يعني، وانا قاعده مع سمسمة وعمر. وبعد كده بقى ان شاء الله هنشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى خدت سناكس بعد الفطار كده بحوالي 2 ساعة، عملت هنا كوبايه قهوه في البلكونه، طلعوا كده يلعبوا بره، فقلت خلاص هشرب القهوه في البلكونه. فعملت كده 1 قهوه، حبيت انت تاخدي مثلا قطعه شوكولاته دارك معاها، تمرايه مفيش اي مشكله، بس انا حبيت ان انا اخد بس فنجان قهوه بس يعني، ما اخدش حاجه تاني. عايزه تاخدي ثمره فاكهه برضو الصبح بعد الفطار، مفيش اي مشكله خالص يا بنات، تقدري تاخدي، مش لازم فنجان قهوه يعني لو انت مش بتحبي القهوه او حاجه، او ممكن بقى تاكلوا خس وخيار، بصوا زي ما انتوا عايزين مفيش اي مشكله خالص يعني. بعد بقى لما خلصت القهوة عد كده حوالي بتاع ساعة، عملت كده طلعت الدورة دي من انت اللي انا كنت قايلة لكم اللي انا كنت عاملاها معاكم في فيديوهات الروتين. هحاول ادور لكم الفيديو، هو في الفيديوهات اللي فاتت دي على طول هشوف لكم الفيديو وهحط لكم في صندوق الوصف طريقة الدورة دي، حلوة جدا جدا، فهبقى اوريها لكم. طلعتها من الفريزر شويت بقى، عملت اكل سهل خالص مش اي حاجة، كل اللي انا عملته ان انا شويت الفراخ والفريك، انا بنقعه في ميه وبنقيه طبعا الاول، وبنقعه في ميه وبسلقه وبشوحه بمعلقه زيت، بمعلقه الشاي بتاعت الشاي دي، واحده زيت بس وملح وفلفل. وشويت الذره مع الفراخ يعني في نفس الجريل، حطيت الذره زي ما هي طلعتها من الكيس حطيتها، ولما طلعت رشيت عليها ملح وفلفل وبابريكا. انت حابه تحطي حاجه تانية حطي، بس هو دي الحاجات اللي انا حطيتها. وطريقه الذره اللي انا عملتها كانت
تحفة، وطعمها مطلعها من الفريزر والله طرية وجميلة وطعمها تحفة، زي جاهزة زي ما بتكون في المطاعم كده وجاهزة بالظبط. فاعملوها يا بنات وخلوها عندكم في الفريزر، حلوة قوي، بتنجز في الحاجات اللي زي كده لو عاملين دايت او حاجة. وفي نفس الوقت برضه الذرة يعني اكيد حلوة، وغير كده كمان هي اصلا معلبة بره غالية، يعني العلبة المعلبة الصغيرة ب16 جنيه، فاحنا عاملين قطع وعاملين كمان ذرة للسلطة. فهتلاقوا في الفيديو الطريقة حلوة جدا، والحمد لله يعني في بنات جربوها قالوا لي احنا عملناه وفعلا طلعت حلوة قوي. فده كان اول كيس اطلعه من اللي انا خزنتهم من الذرة. هبدأ بقى ان انا اتغدى، وبعد كده بقى ان شاء الله هشوف هعمل ايه. كنت عايزة برضو اقول لكم على حاجة تانية بالنسبة للرياضة، اكيد لاني ممكن منكم يسألني انا هتلعب رياضة يا منى ولا لا. انا هلعب يوم ويومين، لا يوم ويومين، لا مش يوم ويوم، لا يوم ويومين، لا اول اسبوع، وبعد كده بقى ايه ابدأ ازود العب يوم ويوم، وبعد كده هلعب ان شاء الله كل يوم. ده بقى ايه هبقى معاكم في اليوميات بتاعة الـ100 يوم. تمام، مش عايزاكم بقى تكسلوا، دي اخر فرصة بقى في السنة دي. هتيجي بقى تقولي لا انا هبدأ الشهر الجاي، لا انا مش عارفة ايه، لا خد الخطوة. وموضوع الـ100 يوم دي هتبقى حافز حلو قوي قوي ليك يعني، فشدوا حيلكم بقى. هنا بقى كنت بعمل كده حاجات في الأوضة، فقلت اعمل حاجة اشربها، فقلت اعمل شاي اللي هو النكهات ده. عايز اقولكوا ان احلى طعم انا حبيته بالنسبة لشاي النكهات اللي هو بتاع احمد تي هو المانجا، التفاح بعديه، وبعد كده الفراولة. يعني انا جربت التلاتة بصراحة، اول حاجة المانجا، وبعد كده التفاح، وبعد كده الفراولة. عجبني قوي طعم المانجا، طعمه حلو كده، تحسه كده مش عارفة، بس انا حسيته بصراحة احلى طعم من الانواع بتاعت احمد تي. فانا هعمل بقى كده دلوقتي كوبايه الشاي، وهاخد سناكس ده تاني سناكس هاخده اللي هو بعد الغدا ب3 ساعات. تمام، انا دلوقتي الاسبوع ده همشي على نظام صحي مش صيام متقطع. تمام، وده كده كوبايه، وده هنا سكر دايت برضو، اي نوع سكر دايت انت تستخدميه مفيش اي مشكله، حاولوا على قد ما تقدروا تاخدوا سكر نهائي. والنظام ده برضو ينفع جدا للحوامل، وينفع للي بترضع، لانه هو نظام صحي متكامل. يعني احنا بناكله فيه كل حاجه، وبناخده سناكس، وبناخده خضار، وبناخده فاكهه، وبناخده وجبه الغدا كامله فيها نشويات. بس انت لو حامل او بترضعي، وجبه الفطار حطي برضو فيها نشويات، انما وجبه بالليل لو ما فيهاش نشويات وتقدري تشيليها شيليها. عايزه برضو تاخدي فيها نشويات، هتشوفي برضو معايا انا واخده فيها نشويات. خلينا خدت اهو دي، ده تاني وجبة سناكس، التفاحة قطعتها كده صغير. فكرة التفاح ان انت تقطعيها كده بتحس ان انت بتاكلي كتير، فبتحسسك بالشبع، انا بحس بكده بصراحة. بصوا يا بنات دلوقتي انا قلت ايه اعمل حاجة كده خفيفة اتعشى بيها، يعني يعني هاكل الوجبة دي وهقعد كده حوالي 2 ساعة ان شاء الله، بعد كده بقى ايه هدخل انام. يعني حاولوا بقى زي ما قلت لكم ان انتوا تناموا بدري وتصحوا بدري وكل الكلام ده. انا هعمل كده توست اسمر من ده، انا بجيب النوع ده. تمام، اخدت كده منه واحده، بتشيليه عادي في التلاجة عشان ما يبص، متخلوش بره خالص، اوعي تحطيه بره. لو هتقعديه مثلا فترة حطيه في الفريزر، تمام، انما حطيه في التلاجة على طول، لو انتي سبتيه بره بيبوظ بيسوف. فقلت اقول لكم برضو على النقطة دي عشان لو محدش عارف. دي جبنة ملح خفيف، هاخد منها كده قطعة. انا قلت اعمل معاكم العشاء ليه بقى بصوت بقى وكده، مش متسجل عشان خاطر سمسمة وعمار نايمين. عشان كده ايه قلت اعمل معاكم الوجبة اللي هي الاخيرة بقى دي. هو بس كده، ودي هتكون الوجبة الاخيرة بقى. انت حابة تاخدي مثلا بدل كده الجبنة الملح الخفيف كده بيفي، بيضة مسلوقة، بيضة اومليت، مفيش اي مشكلة خالص، تقدري تغيريها بالقطعة الجبنة اللي مال خفيف. وخدت هنا معاهم برضو خيارة مع القطاية والشاي بلبن،
عايزه تاخدي مثلا كوبايه قهوه بلبن نسكافيه اللي يعجبك بالليل، بس حاولي تكون نص كوبايه لبن تكون خفيفه، تمام؟ يعني نص الصبح ونص بالليل، يبقى كوبايه في اليوم، مش هيحصل ثبات وزن ان شاء الله. بصي انا حطيت الاول ميه، وبعد كده هزود نص كوبايه لبن، مش كل كوبايه لبن، عشان تبقى خفيفه يعني معانا. وبس كده، وهقعد بقى اتعشى، وهيكون ده كده اول يوم في نظام الميت يوم، تحدي يعني بتاعنا، وان شاء الله مكملين. وباذن الله لو في اي حاجه سيبولي في الكومنتات تحت، وهكون معاكم ان شاء الله، هرد يعني عليكم، وهسيب لكم لينك الانستجرام، بكون برضو دايما عليه وبنزل فيه كل حاجه. ويا رب يكون اليوم عجبكم، وتكونوا حمستوا وتكونوا اتشجعتوا ان انتوا فعلا هتتشجعوا وتبداوا معايا، وان شاء الله باذن الله هنكمل وهنخس، يعني هنخس لسه قدامنا 100 يوم في السنة. وخدي تحدي، ومش هقولك تاني، خدي تحدي واكتبي الوزن، ودي حاجة هتشجعك جدا. وكمان اليوميات هتشجعني ان شاء الله، يعني ان انا اكمل، ان احنا يعني نشجع بعض، وانتوا بقى بكومنتاتكم والشير بتاعكم الحلو، وان شاء الله برضو حاجة هتشجعني، واللايك والشير، ان انا اكمل برضو معاكم باذن الله. بس كده، مش هطول بقى عليكم، واشوفكم بقى ان شاء الله في يوم جديد من تحدي 100 يوم. وكملوا يا بنات، وان شاء الله كلنا هنوصل لهدفنا باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.